فإذا كان هذا العربي الفحل يقول غير في شغل تبلغ هذا معاذ بن جبل سعد سعد كان من أغير العرب. كان إذا ركب ناقة وعليه إذا أركبت ناقة إذا ركب الزوج ناقة بعد ما تنزل يعقره حتى لا يركب أحد مكان زوجته. وإن طلق امرأة لا يمكن يتزوجها بعده أحد. ويوم أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب الإشهاد في قضية الزنا أول واحد تكلم سعد قال يا رسول الله لو رأيت لكع يغشاها رجل زوجها يغشاها رجل يقول أروح أجيب شاهد أصلب لراسه وراسه ما أسف يعني هذا قبل أن ينزل تنزل آية اللعان قبل أن تنزل آية اللعان كذا قال سعد. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم غيرة سعد فرأيتم غيرة سعد لله أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد لله أغير يعني أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد على حرماته. فالمسلم لا ينبغي أن يبني حياته الزوجية على هذه الشبهة وكذلك المرأة